في المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، قال آية الله علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية إن إيران لا تريد رمي اليهود في البحر، وانتقد ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، وهاجم حل الدولتين، ودعا لتحرير كل فلسطين دون إغفال الحل السياسي للنزاع. يجب ألا ننسى أنه إن قام الفلسطينيون بتحرير أي جزء من فلسطين كما حدث في غزة ونجحوا في إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال ممثليهم المنتخبين، يجب عليهم فعل ذلك، لكن علينا ألا ننسى الهدف النهائي وهو تحرير فلسطين كلها. اقتراح مرشد الجمهورية الإسلامية يتضمن إجراء السكان الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود استفتاء لتقرير مصيرهم ونظامهم كأي شعب آخر. وقال خامنئي إن حل الدولتين يعني استسلام للصهاينة على حد تعبيره وضياع حقوق الشعب الفلسطيني.